على فكره ايه افضل استراتيجيات للتحكم الفعال في المشروعات باستخدام البيم. طيب يعني ازاي هنستخدم البيم في اداره المشروع؟ احنا مش بنتكلم ازاي هنستخدم البيم في ان احنا ننمذج المبنى قد ما هنتكلم في ازاي نستخدمه في ان احنا ندير المشروع. تمام، ده التركيز ان شاء الله مع بعض النهارده. طيب هل اداره المشروع ليها لازمه؟ هل اداره المشروع ليها لازمه؟ سؤال غريب ولا مش غريب؟ اداره المشاريع هل ليها لازمه ولا ملهاش؟ لو حد عايز يشغل المايك ويجاوب ما فيش مشكله. اداره المشاريع يعني اي حاجه يقول لك لازم اداره المشاريع. طيب هل اداره المشاريع فعلا مهمه ولا مش مهمه؟ ميزانيه على حسب حاجات كثيره يعني. لا اللي عايز يجاوب ما فيش مشكله. هي مهمه طبعا علشان يعني هي اللي بتتيح لنا ان احنا نقدر نطلع المشروع في التايم سبان اللي كان محطوط وفي الكوست اللي هي كانت بروجكت. جميل، تمام. طيب ما في مشاريع كتيره زي مشروع الهرم مثلا اللي موجود دلوقتي او الاهرامات ومشاريع عملاقه جدا، تمام، واتعملت من غير اداره مشاريع. يعني ممكن حد يقول لك اداره مشاريع ايه، بس اداره المشاريع ملهاش لازمه لان انت مشاريع كبيره اتعملت من غير ما يكون في اداره مشاريع ولا بي ام اي ولا بي ام بي، تمام. واكبر يعني الاهرامات، الحاجات، المعابد القديمه، الحاجات اللي لغايه دلوقتي موجوده، شارع المعز، الحاجات الاثريه دي كلها اتعملت من غير اداره مشاريع ومن غير بيم. فنرد عليه نقول له ايه؟ يعني ايه فايده اداره المشاريع والناس قدرت تعمل المشاريع العملاقه دي من غير ما يكون في اداره مشاريع؟ هل ممكن حد يجاوب على السؤال دوت؟ انا عايز حد يحاول يجاوب على السؤال دوت. الو، وجهة نظري بصراحة ان هو ممكن اداره المشاريع وقتها ما كانتش بنفس المفهوم اللي احنا عارفينه دلوقتي في 2020. جميل، هي كانت موجوده بصور ثانيه. جميل، كان الله ينور عليك. اداره المشروع او ان احنا نعمل تراكنج للمشروع بكل الكونسترينز بتاعته، فاعتقد ده كان موجود بصوره ما يعني. صحيح يا باشمهندس احمد، يعني هي الحاجه كانت موجوده بس مش بنفس الاسم، مجرد بس ان هم ادوها اسم كويس او غيروا الاسم او حاجه زي كده. كلام سليم جدا، كلام جميل جدا. طيب يبقى هي فعلا الفكره كانت موجوده بس ما كانش بجوده. ثاني حاجه بقى، ان زمان كان معاك الميزانيه مفتوحه، يعني الراجل مش بيقول لك لا ده انت عندك ميزانيه معينه ولازم تلتزم بالبادجت ولازم تلتزم لا انت عندك قيد من قيود مفتوح اللي هو التكلفه، وقيد تاني اللي هو الوقت. يعني في مشاريع بتبقى بتاخد 30 40 سنه، تمام. فدي الفكره، ان ما كانش عندك القيود اللي موجود دلوقتي. دلوقتي لما تيجي تتكلم تقول له المشروع ده مثلا هياخد 7 سنين، يقول لك انا عايزه في سنتين، عايزه في شهرين، عايزه النهارده. فده من ضمن القيود الموجوده، الفلوس، الموارد. ثاني حاجه القيد اللي بقى موجود في الوقت، وعايز يخلص المشروع بدري. فالقيدين دول بيخلونا لازم نتحكم في المشروع، نعمل تحكم رهيب في المشروع، تمام. دي من الحاجات المهمه. طيب البيم، يقول لك البيم ايه؟ ما الاهرامات اتعملت من غير بيم، مظبوط ولا مش مظبوط؟ ما كانش عندهم بيم، بس هو كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل مبنى ثاني جنب الهرم. يعني هو عايز يعمل الهرم ده مثلا، فخايف يعمله وينهد، فيعمل اهرامات صغيره زي ما انت شايف في الصوره دي. في اهرامات صغيره اتعملت قبل الهرم وقعدوا يجربوا فيها. تكلفه الاهرامات دي قد تكلفه الهرم الاكبر، قد تكلفته. يعني قعدوا يعملوا كذا واحد مثلا بتلت الحجم، بنص الحجم، بربع الحجم، بيجربوا ويشوفوا ايه المشاكل ممكن تحصل. احنا بقينا نعمل الموضوع ده على الكمبيوتر من غير تكلفه، ما بتكلفناش حاجه خالص. ففي فرق كبير جدا بين زمان المشروع اللي كان ممكن ياخد مثلا مليار، لا احنا مقيدين ان احنا نعمله مبلغ قد دوت، ربع المبلغ دوت. فبنعمل كل المحاكاه على الكمبيوتر، تمام. في صوت، انا سالت الناس وفي صوت. طيب اعرفكم نفسي، انا اسمي عمر سليم، شغال بيم مانجر بقالي مثلا 14 سنه تقريبا. اشتغلت في كذا مشروع، كل مشروع بيبقى ليه مزايا وليه افكار جديده، وكل مشروع بيبقى واحده مستقله بذاته، تمام. فكل مره بنكتشف حاجات جديده، وكل مره بنبدا نحاول نشوف المشاكل ونبدا نحاول نشوف حلول وحاجات زي كده. طيب انا عندي في صوت، وسالت الناس وقالوا ان في صوت، فشوف مع كده. طيب
دلوقتي ايه اللي يخلي الموضوع البيم ده بقى ليه اهميه او ليه ترند جامد جدا؟ الموضوع ان اصبح اغلب المشاريع اللي موجوده في العالم دلوقتي زي ما انت شايف مشاريع ما اتعملتش قبل كده. يعني مفيش حد يقول لك انا عايز اعمل نفس البيت بتاع جاري، لا، كل واحد بيحاول يطلع بمشروع جديد، كل واحد بيحاول يتميز بحاجه معينه. هتلاقي مثلا ده بنا مثلا بارستيت، اللي بعد كده عايز يعمل واحد اكبر، وعايز يعمل واحد بشكل صعب شويه، عايز يعمل واحد باطول. فكل مشروع عباره عن تحدي جديد، ما نقدرش ناخد نفس المعلومات اللي احنا اشتغلنا فيها قبل كده ونقول ان هنعمل زيه. يعني مثلا الكينج دام تاور، برج المملكه دوت، ده انا كنت المفروض هبقى مسؤول عنه، وده طوله كيلو، طول بتاعه كيلو، فما ينفعش ان احنا ناخد نفس السنسورات اللي موجوده هنا ونحطها هنا، لا، ده عايز فكر معين في السنسورات، ولا الراجل هينام في السنسور على ما يطلع فوق. فراحوا مثلا شافوا السنسورات بتاعت مجمع الفحم مثلا، الموضوع الصرف، موضوع الميه، يعني في حاجات كتيره جدا موجوده فيه. شكرا يا مش هنسحب. تمام، كل مش عندنا البادجت بتبقى محدوده، الديدلاين بيبقى محدود برضو. طيب، في سؤال جه جميل جدا، انا عايز اي حد عنده سؤال يساله ونفكر فيه. البيم بكل المشاريع الكبيره بس؟ والله بص، انت كل مشروع بتبدا تفكر فيه، هل البيم هيفيدني فيه ولا لا؟ يعني انت لازم تاخد قرار، هل البيم هيفيدني فيه ولا لا؟ يعني على سبيل المثال، مثلا انا عملت فيلا، وبعد كده واحد قريب الراجل اللي احنا عملنا الفيلا ده قال لي انا عايز نفس الفيلا جنبيها. طب بيبقى مش لازم اعمل بيم ليها اصلا، يعني مش لازم اصلا اعملها لوحه كده، ما انا معايا كل التصميم قبل كده، هاخدها بالمشاكل اللي اتحلت بكل حاجه واعملها زيها. تمام، ينفع تعمله مشروع صغير؟ ينفع، وتستفاد منه؟ تستفاد منه، هتبقى فاهم كل حاجه موجوده فين، هتقدر توفر تكلفه، تتحكم في المشروع، ينفع تعمله مشروع صغير. تمام، ممكن مشروع كبير وانت مش محتاج في بيم، يعني البيم مش هدف حد ذاته، مش هدف ان انا اقول ان انا اشتغلت بيم، قد ما الهدف ان انا اقلل التكلفه، اقلل الوقت، ازود الجوده. لو قدرت احقق الثلاثه دول يبقى ممتاز جدا. تمام، طيب تعالى بس نبص على مشروع كده، ده مشروع من المشروعات اللي موجوده في الامارات زي ما انت شايف. لو انت خدت سكشن في اي مكان مش هتقدر تفهمه، حاول كده تتخيل لما تيجي تاخد سكشن هنا هتلاقي الموضوع صعب. عشان تاخد سكاشن في اوتوكاد محتاج تاخد مثلا 10 سكاشن هنا وتقعد تتخيل شكل المبنى هيبقى جاي ازاي، هيبقى الموضوع صعب. تمام، فمحتاجه، لا، محتاجه ان يكون عندك حاجه 3 دي تقدر تتخيل بيها الشكل، حاجه مثلا بالشكل دوت. هو ده نفس المشروع اهو، كميه المواسير وكميه التكييف وكميه الحاجات الستيل اللي موجوده فيها شغل جامد جدا. ده مشروع موجود في قطر هنا، عباره عن متحف، المتحف القومي ده اتفتح خلاص، ده جون نوفا اللي عامله. زي ما انت شايف كميه تفاصيل، مفيش حديد ينفع تحطه مكان الثانيه، لازم تتعمل في المصنع وتيجي تتركب بالشكل دوت، ما ينفعش تبقى اكبر ملي او اصغر ملي، لازم زي ما هي بالظبط. تمام، فدي محتاجه شغل جامد جدا ومحتاجه دقه جامده جدا. المشروع ده قالوا ان هو ما كانش هينفع يتعمل من غير بيم، مستحيل، لدرجه التفصيل الموجوده فيه. انا رحت كتير يعني، ففي درجه تفصيل كتيره جدا في المشروع دوت. طيب، لو احنا جينا نبص كده على صناعه البناء والانشاءات، تمام، هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان صناعه الانشاءات ما فيش فيها تطور، عكس البيت الصناعات، عكس صناعه السيارات، صناعه العربيات، صناعه المأكولات، كلها فيها تطور ما عدا صناعه الانشاءات، ما فيش فيها اي تطور خالص. من ساعه ما بدات هي نفس الحاجات. التطور الرهيب اللي حصل موضوع ان احنا اضفنا البيم، لما قدرنا نعمل نمذجه حقيقيه للمبنى ده فرق كتير جدا، وقدرنا ندخل او نربط ببعض التكنولوجيا الحديثه زي مثلا الاوجمانتد رياليتي، الفيرتشوال رياليتي، فاصبح المالك بيقدر يشوف الحاجه وهي لسه في اولها، لسه احنا بنفكر، يبدا يشوف المبنى هيطلع ازاي في الشكل النهائي، الالوان بتاعته، فلو عنده اي كومنتات او اي اعتراضات يقدر يقولها في اول المشروع، ما يستناش لما المشروع يخلص ويعمل تعديل يهد لنا الشغل كله من اول وجديد. تمام، دي من ضمن الحاجات اللي هي الفوائد بتاعه البيم. طيب، زي ما انت شايف التطور في صناعه السيارات، الموبايلات، كله في تطور ما عدا في قطاع الانشاءات في تدهور. يعني هي التكنولوجيا الوحيده او التطور الوحيد
هو موضوع البيم ده اللي سهل لنا كتير جدا. طيب في برضو مشكلة بتحصل معنا، ان المشروع بتاعنا عبارة عن دورة حياة، عبارة عن طفل بينمو. ففي الاول بيبقى فكرة، وبعد كده بيبقى فيه تخطيط، وبعد كده بيبقى فيه لوحدة ديزاين، وبعد كده كل مرحلة من دول بيبقى في حد شغال فيها. لما بيجي يسلم الملفات لحد تاني في معلومات كتيرة بتضيع مننا، فكل شوية بتلاقي سهم بينزل سهم بينزل، في معلومات كتيرة بتطير، في معلومات كتيرة بنفقدها. موضوع بقى الاوبريشن اند مانجمنت، حد هنا شغال في الاوبريشن اند مانجمنت؟ في اي حد هنا شغال في الاوبريشن اند مانجمنت؟ طيب هو مجال قليل اللي شغال فيه، ومش بيدرس في الجامعات عشان كده قليل اللي مركز فيه، بس هو مجال حلو جدا. يعني اي حد بيعمل مشروع بيشتغل لحد المشروع ده يخلص، ممكن يقعد شهر شهرين ثلاثه، تمام. انما لما بيكون شغال في الفاسيلتي مانجمنت ممكن تاخد المشروع 20 30 سنه شغال فيه لحد ما المشروع يقف. عباره عن ايه؟ ان انا بدير المبنى، اي مشاكل موجوده فيه ابدا انا افكر فيها وابدا احلها، تمام. كان في خط كده ما اعرفش اتعمل امتى. طيب فالفاسيلتي مانجمنت حاجات مهمه، بس الفاسيلتي مانجمنت لما بيجي ياخد الشغل من الكونستراكشن من الناس اللي شغاله بيفقد المعلومات، سواء عن ورق او كاد، بيلاقي كميه حاجات كتيره جدا مش عارف اني ريفيجن الاقدم. انما في البيم هو نفس الموديل بنبدا نطور فيه، يعني اول مره مثلا بنبقى شغالين في التخطيط ونبدا نحط الافكار ونبدا نطور الموديل، بيبقى معانا كطفل كل شويه بينمو، تمام. طيب ايه، هنخش في موضوع البيم. يا ريت بقى بعد ده كل واحد يقول تعريف للبيم على مزاجه، مفيش اي مشكله، مفيش حاجه اسمها اجابه صح واجابه غلط، يعني نسمع كده الاجابات بتاعت ايه هو تعريف البيم. باشمهندس سعد اتفضل. لو اي حد عايز يقول ايه هو تعريف البيم من وجهه نظره، او هو شايف البيم بالنسبه له ايه، مفيش اتنين نفس الحاجه، هتلاقي كل واحد ليه وجهه نظر مختلف. باشمهندس احمد لو حد عايز صوت او كتابه او بيلدينج انفورميشن موديلنج، تمام حلو. هو يعني من وجهه نظري تعريف البيم هو اول ستيب في مرحله الوصول للديجيتال توين، ان احنا يبقى عندنا نموذج محاكي للمبنى ده لكن نموذج رقمي ان احنا تمام. نقدر عن طريقه صح تمام. وفي مهندس بيقول جمع كل شيء في مشروع واحد بتنسيق، ومهندس خالد بيقول بنسرع بقى الشغل، بروسيس هي عباره عن بروسيس، هي بروسيس وحاجات تانية بس هي صح، الاجابه صحيحه. حلو قوي المهندسه نادين، او بيلدينج انفورميشن مانجمنت، خلوا الكلمه دي كده هنمسك فيها ونتكلم فيها كتير. بيلدينج انفورميشن مانجمنت يعني هي ما بقتش موديلنج، ما بقاش التركيز كله ان انا اعمل حاجه 3 دي، بقى التركيز ازاي ادير معلومات المشروع، تمام. لا ازاي ادير معلومات المشروع، نظام وليس برنامج، صح جميل ممتاز جدا تمام. هو فعلا عباره عن نظام، تمام. يعني انا دلوقتي عندي ايه البيم، لو انت دورت على النت هتلاقي كل واحد بيقول التعريف اللي هو عايزه. ممكن نقول ايه، تمثيل كل خصائص المبنى اللي هي المبنى الحقيقي هنمثلها في الكمبيوتر، كل الحاجات اللي فيها، بحيث لما اجي اعمل محاكاه للضوء اقدر تطلع معايا مظبوطه. لو عملت محاكاه للماتيريال للحراره للشمس، المبنى هيتحمل ولا لا، يقدر يديني كل المعلومات ديت كان انا عندي المبنى ده حقيقي وماشي جواه وبعمل سيموليشن جواه. لو انا عايز تكلفه هيبدا يجيب لي كل التكلفه مظبوط، تمام. اهو في مثلا مهندس محمود بيقول بروجكت كوردينيشن، ممتاز جدا. او ان بيقول فلسفه، هي فعلا فلسفه، نوع من انواع التفكير، فيرست ممتاز، خطوه جميله جدا ان احنا نوصل للبيلدنج ديجيتال توين، دي ممتازه جدا، تمام، كلام جميل جدا ما شاء الله، تمام. فهي الفكره في البيم بقى ان انا ادير معلومات المشروع، مش مجرد ان انا اعمل حاجه 3 دي، يعني انا مش هعمله على 3 دي ماكس. يعني لو واحد عايز يعمل بيم على 3 دي ماكس ينفع ولا ما ينفعش؟ يعني النظام بيجمع بين الموديل والزمن وحاجات طبيعيه، ممتاز جدا تمام. طيب ايه رايكم لو انا عايز اعمل بيم على 3 دي ماكس ينفع؟ لا لا ما ينفع مهندس. ايوه مين اللي قال ما ينفعش؟ اتفضل يا باشمهندس ليه ما ينفعش؟ عباره عن برزنتيشن 3 دي ماكس، يعني مظبوط مظبوط.
هو هيعمل لي الشكل، بس لو انا قلت له اعمل لي كلاشات هو مش هيقدر يعمل كلاشات، مش هيقدر يعرف فين فين مثلا الحديد مع التكييف عشان يعمل الكوردينيشن بينهم، او فين الاستراكشر مع البلامنج، فمش هيقدر يفهم. ده حاجه مختلفه، ده كان حاجه بتعمل شكل جميل جدا، حاجه حلوه، بس مش هتقدر تطلع لي المخروطات. يعني في برنامج اسمه سكتش اب، اعتقد الناس كلها عارفاه وشغاله بيه، سهل جدا بس مش هيقدر يطلع لي مخططات، يعني مش هو ده اللي انا محتاجه. ناس تانية ممكن يكون معاهم كويس، معانا احنا مش هيدينا الباقيه اللي احنا محتاجينها. تمام. طيب شي كده اضافه صغيره كده يا استاذ سعادتك، ما ينفعش اعمل مشروع او انشئ مشروع من غير اداره، من غير مانجمنت، لازم في اداره. طبعا الاداره من خلال التولز اللي معايا، يعني مثلا لو كانت ورقه وقلم فانا برسم لوحه، لما طلع الكمبيوتر بقى فيه اوتوكاد، لما طلع الريفت بقيت اعرف الماتيريالز وبقيت اعرف الكتل وبقيت اعرف المودلز. جميل. انا بيت بتعامل مع المودلز، وعندي البرمافيرا بتعامل مع التايم والكوست. انا برضو بدير المشروع من خلال التولز اللي هي التطور الكمبيوتر او التطور السوفت وير بتاعي، فانا بدير الموضوع ال 3 دي ماكس او ما شابه ذلك ما يعرفش الماتيريال، هو يعرف لون الخشب لكن ما يعرفش ان ده خشب، ما يعرفش ده الالومنيوم. مظبوط مظبوط يا باشمهندس علاء، الله يكرمك، جزاكم الله خير، كل خير، كلام جميل جدا. ان هو هيعمل لي الشكل، بس برضو فكر الاداره هو ده المهم. يعني دي حاجه نقطه لازم نركز عليها، ان مش موضوع البيم وخلاص يبقى ارمي فكره الاداره، لا، الاداره فيها افكار حلوه جميله جدا. في حد بيلعب بالماوس وبيرسم حاجات غريبه، ماشي. طيب الفكره كلها ان في افكار معماريه، لو واحد مهندس معماري لازم يكون عارف الافكار المعماريه عشان يبدع في البيم. لو واحد بيدرس اداره لازم يبقى متقن موضوع الاداره، يعني مش موضوع ايه ان انا مهتم بال 3 دي ومهتم بالبيم واهمل الفكر الاداره واهمل فكر الافكار الحلوه او ازاي ان انا ادير. موضوع الاداره ده مهم جدا، من الحاجات اللي لازم الواحد يركز عليها. تمام. سواء حتى ممكن مش لازم يكون مدير، ممكن يكون مهندس وبيدير الناس اللي معاه. هي الاداره ان انا ادير الناس اللي معايا نحو الهدف. تمام. طيب في حد عمال يرسم اشكال حلوه جميله، جزاه الله كل خير. تمام. طيب لو احنا جينا نبص كده هنلاقي ان فكره البيم ان اي عنصر اعمل سيلكت عليه، سواء كهرباء سواء معماري سواء انشائي، لازم الاقي كل المعلومات اللي انا محتاجها عشان اخد القرار. يعني هو الفكره في البيم ايه؟ هو اداه هتساعد اي شخص ان هو ياخد القرار. تمام. يعني انا مثلا عايز اعرف، هنشوف دلوقتي الموضوع ايه، لو انا عايز اخد قرار وعندي كذا اوبشن ازاي اقارن بينهم. تمام. يعني لو هعمل مشروع ده ستيل ولا هعمله اعمله كونكريت ولا هعمله، ممكن اعمل كذا موديل بسرعه واشوف التكلفه واشوف التحمل واشوف كل الحاجات ديت، تقدر تاخد قرارات من خلال ان انت بتقارن بينهم. هل هتعمل بوستنشن، هل هتعمل كونكريت، هل هتعمل اعمده، هل هتلغي الاعمده، اتخاذ القرار ده حاجه مهمه جدا. طيب مهندس انا بتقول البيم بيساعدني اجمع بين المعمار والشيء. طيب السؤال ده جميل جدا، خلينا نقف عنده. الاهم حاجه في البيم ان يكون كله معمول بيم. يعني لو انا عامل معماري بس والانشائي والكهروميكانيكال معمول كاد او معمول باي اسلوب تاني، مش هحصل على الفائده كامله من البيم. لازم يكون المعماري والانشائي والكهروميكانيكال كلهم معمول بيم. ده كده هنوصل لحاجه اسمها بيج بيم. بيج بيم الاستفاده الكامله من البيم. لو انا حاسب اعرف فين الكلاشات كلها تطلع مره واحده، هتلاقي الكلاشات كلها جاهزة. لو انت عايز تعرف الحصر كله هيطلع لك كله مره واحده، لان المبنى كله كتله واحده. خلينا نقول مثلا ان المبنى ده عامل زي جسم الانسان، الهيكل العظمي ده هو الانشائي. تمام. ما ينفعش تلاقي الانشائي بس ماشي لوحده. تمام. ما ينفعش تلاقي مثلا المعماري مثلا، نقدر نقول الفساد اللي هو الجلد مثلا، ما ينفعش تلاقي الجلد لوحده، لازم الاثنين مع بعض، ولازم الاثنين كله ماشي مع بعض. ما ينفعش الجلد فوق والعظم تحت، لازم كله ماشي مع بعض. البلامنج نقدر نقول ان هو الشرايين بتاعت الدم، فدي لازم تكون موجوده. الرئه دي اللي هي التكييف، فكله لازم يكون في كتله واحده، ما ينفعش يكون ده موجود في مكان وده موجود في مكان او مش متناسقين مع بعض. فاكبر فايده من البيم ان هو يكون مستخدمين مع بعض. طيب البيم بيعطي جوده في الانشاء واقل تكلفه؟ بص، هو كان عندنا مثلث كده زمان كان يقول لك ايه، التكلفه والوقت والجوده. لو انت زودت في الوقت
او حاولت تقلل في الوقت يبقى كده هتزود في التكلفه او هتبوظ الجوده. دلوقتي باستخدام تكنولوجيا البيم كانت اول تكنولوجيا في صناعه البناء تخليني اقلل الوقت واقلل التكلفه وازود الجوده. طب ما دام بيعمل لي الثلاث حاجات دول ليه ما تجيش البيم؟ ده سؤال نحب يعني هتلاقي في بعض الشركات بتخاف منها تخش تجربه او تخش في حاجه جديده. تمام. طيب الكاد والبيم لما نقارن بينهم بنلاقي ان في كل المراحل البيم بياخد وقت اقل. بس امتى؟ لما يكون انت خبرتك في البيم قد خبره الراجل اللي هو بتاع الكاد. يعني ما فيهاش واحد يكون لسه بيتدرب على البيم وقارنه من واحد شغال بقى له 10 سنين في الكاد. لا، واحد عنده المكتبه بتاعته وواحد عنده الفاميلي وشغل في كذا مشروع قبل كده هتلاقيه اسرع بكتير. لانه لما تيجي ترسم مثلا حيطه هتلاقي نفسك ترسم خط وبعد كده تاخد اوفست وبعد كده تبدا عايز تاخد سيكشن تقعد تتخيل الحاجات وتعمل مساقط فبتاخد منك وقت كتير قوي. انما في البيم بتلاقي الموضوع خلاص ترسم حيطه عايز تاخد سيكشن مهما كانت تعيد بيتعمل معاك في ثواني. في موضوع الكلاشات هو في ثواني يقدر يقول لك الكلاشات كلها، يجيب لي جدول بكل الكلاشات اللي موجوده في المشروع ودي فايده رهيبه جدا. موضوع انه يجيب لي الحصر، الحصر ما ياخدش اي وقت في الريفت او في البيم كله جاهز. تمام. فاحنا اتكلمنا على البيلدينج انفورميشن مانجمنت. تمام. البيلدينج عايزين نركز برضو ان البيم قبل ما ندخل في موضوع الاداره ازاي نسويه في البيم، ان البيم بنتكلم عن حاجتين، ان هو اثناء مبني الفيرب انا شغال في موضوع البنى، وحاجه ثانيه برضو ان بعد ما خلصت بنى يعني الموديل اللي انا بعمله دوت بيفيدني اثناء ما انا بخطط للبنى في مرحله الديزاين واثناء ما انا ببني في مرحله الكونستراكشن وبيفيدني في مرحله الاوبريشن مرحله التشغيل وحتى وانا بهد المبنى برضو بحتاج البيم. يعني بحتاج ان انا ممكن اعمل محاكاه وفي بعض البرامج المتخصصه بيقول لي ايه الاعمده لو انا هديتها تلاقي المبنى ما يقعش على الجار يقع في نفس المكان بتاعه. واظن هتلاقوا فيديوهات كتيره جدا يقول لك ايه الهدمه في اليابان ده بيعمل محاكاه كامله ويبدا يشوف افضل حاجه يقدر يهد بها المبنى من غير ما ياذي حاجه كتير. تاني حاجه موضوع البيم مش مقصود بيه المبنى خلاص، لا مقصود بيه الطرق الكباري. ممكن نعمل المدينه كلها بيم فتقدر تتحكم في كل حاجه في المبنى في المدينه كلها. تقدر تعمل موضوع الاناره مثلا تبقى سمارت لايت بحيث ما تنورش غير في المكان اللي حد بيمشي فيه. يعني لو المكان ما فيش حد بيمشي فيه وكله ثابت لا خلاص الكهرباء قطعت في المكان دوت. تمام. عشان توفر كهرباء كنت في شركه من الشركات ودخل يعني المفروض بذاكر حاجه في قلب المكان ففتح اللابتوب وبشتغل يعني فانا ما اتحركتش خالص كان على رسوم الطاير لقيت النور طفى اقوم الاقي النور اشتغل. او في سنسور موجود في المكان بحيث ان لو انت ما بتتحركش بيفترض ان مفيش حد في المكان فبيقفل النور خالص. تمام. طيب ده مثلا اهو ده منطقه هي موجوده دي معموله بليزر سكان بيحط جهاز صغير ويبدا يشوف المكان كله عامل ازاي وبياخد صوره منه وبعد كده يحوله البيم وبعد كده يبدا يحط كل المعلومات بحيث ان هو يبقى عنده صوره كامله لكل حاجه بتحصل في المكان وبعد كده بتبدا تطلع له تحليل للمعلومات ديت فيقدر يفهم مثلا ان في يوم كذا بيحصل مثلا زحمه في المكان الفلاني في اليوم الفلاني او في الوقت الفلاني بيبقى في مثلا مشكله في كذا فيبدا يفكر في حلول ليها. تمام. طيب هو البيم مش برنامج، هو البيم فكره او فلسفه. تمام. ازاي نخلي كل معلومات المشروع جوه الكمبيوتر. تمام. اللي عنده اسئله وانا هحاول اخر الاسئله شويه للاخر بعد ما نخلص ايه البرزنتيشن ونبدا نخش بالتفصيل في الاسئله ان شاء الله. مفيش مشكله زي ما انت عايز. تمام. طيب في البيم بي اي ام الاي دي انفورميشن لو انا عملت موديل شكله حلو بس ما حطيتش فيه معلومات او ما حطيتش فيه انفورميشن او ما حطيتش فيه الداتا اللي انا عايزها يبقى كده انت مش شغال بيم خالص. يبقى انت كده بتعمل حاجه شكلها حلو بس مش هتفيدك خالص. تمام. فالاصل ان احنا نحط كل المعلومات اللي ممكن تفيدنا في قلب الموديل دوت. يعني لو انت مثلا عايز تعمل تحليل كهرباء حط كل المعلومات الخاصه بالمساحه، حط كل المعلومات الخاصه بالارتفاع بنوع الماتيريال عشان يحسب كميه الضلمه اللي احنا محتاجينها وهكذا. فموضوع الانفورميشن ده من الحاجات المهمه جدا اللي احنا محتاجين ندخلها في الموديل. لو ما دخلناش يبقى احنا كده مش بنتكلم بيم. قوه البيم في الانفورميشن بتاعته وقوه اتخاذ القرار في المعلومات. يعني قوه اتخاذ القرار
في المعلومات. يعني حتى القصة الشهيرة بتاعت الهدود لما يعني لها الكتاب الكريم راحت عامله ايه مجلس شورى، بدات تتناقش مع الناس كده وتقول لهم يا ايها الملأ اني القي لها الكتاب الكريم. طيب استاذنكم المده بتاعتنا 40 دقيقه للاسف تبع الزوم، فاحتمال يفصل، وريت بس الناس تدخل على الصفحه بتاعتي هتلاقينا حاطط رابط جديد، هحط لكم الرابط بتاع الصفحه بتاعتي اهوت 10 دقايق بالظبط. ايوه اللي عندهم دخل يقولها. يلا بقى تمام. اتفضل اتفضل يا باشمهندس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا. ازيك يا هندسه؟ منور يا حبيبي منور. باشمهندس اتفضل. ازيك يا باشمهندس عمر، اخبارك يا حبيبي؟ ازي صحتك؟ اتفضل. ازيك يا ابو معز؟ جزاك الله كل خير يا حبيبي على المحاضره الرائعه الجميله دي. الله يكرمك يا باشمهندس. الله يخليك. هندسة طبعا الحقيقة مداخلتي بخصوص ان الناس فاكرة كتير، حتى انت عارف انا اتكلمت معاك، فاكر ان البيم ده عبارة عن برنامج واحد بيتقدمه خلاص. والذريعات يا محبو يا مولا الصراحة نعم. الو ايوه صدر اتفضل. بقول لحضرتك ان كتير من الناس فاكره ان البيم ده عباره عن برنامج واحد، ما تعرفش ان هو عباره عن ماتريكس ومنظومه متكامله من مجموعه من البرامج كلها بتشتغل مع بعض. هنتكلم ان شاء الله. الناس في الاخر بتطلع البرودكت ده في الاخر مرورا بالدايمنشنز كلها بتاعه السوفت ويرز اللي احنا بنشتغل فيها، بالديزاين، بالكلاشز، بالريبورتنج، بالدوكيومنتيشن. فمعلش يا باشمهندس عمر اذا تكرمت، لو في اتاحه فرصه ان انت برضو تحكي لنا على البرامج اللي بتستخدم وكيفيه الاتحاد ما بينها في اخراج البرودكت بتاعنا. خلاص باذن الله يا باشمهندس. حاضر باذن الله ان شاء الله. الله يخليك الله يخليك. تعيش تعيش يا هندسه الله يحفظك. طيب انا حاطط لكم الرابط بتاع الصفحه، اول ما هقفل هعمل كرييت للمحاضره الثانيه ونبدا ان شاء الله. طيب المانجمنت ان احنا ازاي ندير المعلومات ديت، يعني ممكن عندي معلومات بس انا مش قادر ادير المعلومات دي. طيب لو احنا كده جينا نبص على فكره البيم هنلاقي ان هو فيه بروسيسنج كتير قوي، يعني لو انت شغال 3 دي ماكس او شغال اي 3 دي ماكس او تعطى على الواتس لو سمحت. حاضر. طيب ان شاء الله الماتس محمد هيبعته على الواتس باذن الله. طيب دلوقتي الفكره كلها ان انا مش مجرد ان انا بعمل حاجه 3 دي، لا ده انا بعمل حاجه 4 دي. يعني ايه 4 دي؟ يعني بضيف بعد الزمن، بعمل حاجه اسمها 5 دي، بعمل تقدير للتكلفه من قبل ما المشروع يبدا، بعمل 6 دي. هنبدا نشوف كل واحده فيهم ايه ابرز البرامج اللي احنا بنشتغل عليها. ال 3 دي ان انا بعمل سستينابيلتي او بعمل ليد او بعمل اتاكد المبنى ده من صديق البيئه، جرين بيلدينج او في استدامه وهكذا. البعد اللي بعد كده اللي هو 7 دي اللي هو الفاسيلتي مانجمنت، وفي ابعاد بعد كده زي سيفتي مثلا، ازاي ان احنا نعمل حاجه تكون بتقلل المخاطر او بتقلل الحوادث، ازاي نعمل الموضوع دوت. تمام. طيب 3 دي اشهر برامج فيها هو الريفت، الاركيكات ده بالنسبه للمعماري، التكلا للانشائي، ماجيكات، في برامج كتيره جدا لا حصر لها، في اول بلان وهكذا، ايكو سيم، في برامج كتيره جدا. انت بتبدا تشوف تختار احسن برنامج او تبدا تسال الشركات هي شغاله بايه. تمام. في الوطن العربي بعد ما عملنا احصائيات كتيره جدا بدون تحيز اكتر شركه هي موضوع الريفت. تمام. طيب بالنسبه لموضوع الطايم عندنا كذا برنامج زي سينكرو، زي نفس وركس، الحاجات دي لو اي حد عايز يتعلمها يبعت لي وانا ان شاء الله الفيديو بتاعتك جاهزه كلها. تمام. ما تقدير التكلفه من قبل ما ابدا المشروع، عايز اسعر المشروع فبنلاقي موضوع تقدير التكلفه، موضوع سستينابيلتي، موضوع الاستدامه، ان انا اعمل حاجه زي اتاكد المبنى ده هيكون مريح للناس اللي موجوده فيه، ان هو الشمس داخل كويس جدا، لو الموضوع ده مطبق كويس في موضوع الاستدامه دوت وموضوع الفاسيلتي مانجمنت، الفيروسات زي فيروس كورونا ما يقدرش يعيش، يعني انت مدخل له شمس ومدخل له حراره كويسه وعامل مبنى كويس فهتلاقي الجو صحي ومباني صحيه زي مباني زمان. سستينابيلتي في مثلا عندنا برنامج زي بيلدر، في فزاري، في برامج كتيره جدا لا حصر لها. ان شاء الله انا بعت لكم برده الفيديوهات والصفحه بتاعت اي حد عايز حاجه يقول لي وانا بعتها ان شاء الله.
الفاسيلتي مانجمنت فيه برامج كتير. الو اي حد عنده سؤال؟ تنصحني. طيب موضوع الفاسيلتي مانجمنت دي علم لوحده كامل جدا، كان الناس شغاله بيه بس كان بياخد وقت كتير قوي، اصبح في البيم اسهل، وبقى اصبح ان هو بياخد المعلومات جاهزه. كان الاول بيقعد شهور عشان يحول المعلومات من الكاد او الورق للفاسيلتي مانجمنت، لا اصبح الموضوع ده اسهل بكتير، واصبح في ادنس كده نصدر كل الشغل اللي احنا عايزينه اوتوماتيك للفاسيلتي مانجمنت. في ملف اسمه كوبي بيصدر اوتوماتيك من البرامج بتاعت زي الريفت الاركاد اوتوماتيك لبرامج الفاسيلتي مانجمنت. تمام. طيب لو احنا جينا نبص كده نظره على موضوع البيم، هنلاقي ان هو في بيلدينج سيرفيس، في موضوع المدينه كلها تكون موجوده، في موضوع فاير فايتنج فانا اقدر اصمم طبقا للكود، واقدر اخليه مثلا يتاكد يعمل تشيك ان الحاجه دي مطابقه للكود ولا لا، ومثلا في من ضمن الكود مثلا يقول لي اقرا مسافه للهروب مثلا لازم ما تعديش 500 متر، فيعمل تشيك على الحاجات ديت. الحاجات دي كانت بتتعمل مانوال، تاخد وقت، اصبح الموضوع اسهل بكتير. موضوع الانفايرمنت بيرفورمانس ده برضو من الحاجات القويه جدا، ان انا اتاكد ان المبنى بتاعي هيؤدي الغرض او هيبقى في مريح للي هيقعد فيه. الاول كنا بعد ما نعمل مبنى على الاوتوكاد كنا بنبدا ندخل الحاجات دي على البرامج المتخصصه كده، وكان بياخد وقت، يعني كنا نعمله موديلنج للبرنامج دوت، وبعد كده نروح البرنامج الانشائي نعمل موديلنج تاني، وبعد كده برنامج متخصص في تي في دي نروح نعمل برضو موديل. دلوقتي البيم اصبح اوتوماتيك بيصدر لكل الحاجات ديت، وبيشتغل بشكل قوي جدا مع جي اي اس. جي اي اس ده اللي هو الخرائط بتاعه المكان، هو اصبح متكامل معايا. الفابريكيشن، الاول كنا بنصنع الحاجات في المصنع ونبعتها تطلع يا اما اكبر يا اما اصغر يا اما مش هي ديت، ونكسرها ونعمل واحده جديده وحاجات زي كده. لا اصبح موضوع الفابريكيشن دوت، وكلام حقيقي يعني، كنت بدي الناس كورس بدل ما كان 100% غلط اصبح 100% صح، ان هو بيدي المقاسات مظبوطه بالظبط زي ما حصل في المتحف اللي احنا شفناه من شويه، فاصبح الحاجه دقيقه كل حاجه. تمام. طيب في حد بيسال موضوع الكلاشات. الكلاشات يعني حاجه خبطه في حاجه، وفي نوعين من انواع الكلاشات. تمام. في كلاش يعني هارد كلاش اللي بيكون خابطين في بعض بشكل قوي. تمام. يعني حاجه مثلا بايب خبطه في ضغط تكييف، الاثنين خابطين. في بقى حاجه بقى اسمها سوفت كلاش، يعني الاثنين مش خابطين بس وجودهم قريب من بعض عامل مشكله. تمام. يعني على سبيل المثال مثلا انا عندي ماسوره ميه مع كيبل تري، الاثنين مسافه بينهم قريبين قوي من بعض، فبرامج البيم تبدا تنبهني، اقدر اقول له وجود لي سوفت كلاش، فيقول لي خلي بالك في المكان الفلاني ده في كلاش، فحل المشكله دي، لان لو حصل تسرب من الميه ممكن يجي على الكهرباء يعمل قفل. ففي الاثنين، في السوفت كلاش والهارد كلاش. في عندي موضوع الكوانتيتي كوف، موضوع الحصر ما بياخدش وقت، انا الجداول بتبقى جاهزه قبل ما ابدا شغل، وكل ما حاجه تحصل يبدا هو يضيفها للجدول. لغيت حاجه تتلغى من الجدول، دخلت الجدول غيرت حاجه بتتغير في المشروع، فما ببعتش لوح مختلفه، ما ببعتش جداول مختلفه. لما كنا شغالين بالاسلوب القديم اسلوب الكاد كان الاكسل بيبقى فيه معلومات واللوح فيها معلومات اخرى، فانا كمدير او كمتخذ قرار مش عارف اعتمد على دي ولا على دي، تلاقي معلومه موجوده هنا غير اللي موجوده هنا غير اللي موجوده هنا. دلوقتي بقى في مصدر واحد للمعلومات وكلهم متكاملين مع بعض، فلما باخد معلومه ببقى واثق فيها. تمام. الاسيت مانجمنت، اداره الاصول اللي هو الفاسيلتي مانجمنت، بدل ما المبنى مثلا بيقعد 10 سنين لما بتعمل له صيانه دوريه بيقعد بال 50 سنه، زي جسم الانسان كده لما بتروح للدكتور كل سنه يبدا يقول لك لا خلي بالك عندك كذا، خلي بالك عندك كذا، ابدا ظبط الاكل بتاعك كده، فده بيعملوا نوع من انواع الصيانه لجسم الانسان. نفس الفكره في الموضوع البيم، بتعمل له صيانه دوريه للمبنى بحيث ان هو اي مشكله هتظهر فيه نبدا نحلها. يعني حتى مثلا لو في فندق وعندي مثلا 1000 غرفه، اي لمبه او اي تكييف حصل فيها مشكله تتحل على طول. تمام. يعني مجرد في اي مشكله حصلت يبدا يبعت رساله مثلا لبتاع الصيانه، خلي بالك في مكان الفلاني في مشكله حلها، فتحلت المشكله. تمام. فاصبح الموضوع اسهل بكتير، يعني مش مستني ان حد يدخل ويلاقي المشكله ويبدا يبعت لي، لا هي اوتوماتيك بيبعت رساله ليا يقول لي في مشكله ينبهني. تمام. طيب ان شاء الله هنفصل بس كده ايه دقيقه واحده وهبعت لكم الرابط باذن الله. انا على الصفحه بتاعتي لو حد عايز يدخل عليها بسرعه. to all everyone.
وان شاء الله اول ما يدخل لو حد عنده سؤال وبعد كده نكمل ونخلي الاسئله ايه لو اي حد عنده اسئله نجاوب عليها باذن الله. السلام عليكم وشاكر تشريفكم. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك.